أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان درسنا النهاردة الكنز قبل أن يضيع. يا ترى إيه هو الكنز وليه يجب ألا يضيع؟ وده اللي هنعرفه من خلال درسنا النهاردة. الدرس بتاعنا من القراءة أو فرع من فروع اللغة العربية اللي هو القراءة. طيب تعالوا كده نشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن إيه. في البداية كده بيقول لي إن للوقت مفاهيم متعددة ومتباينة تداولتها الأجيال المتعاقبة عبر السنين، واختلفت في تفسيرها بحسب أهداف كل جيل ومشاربه. يبقى إن للوقت مفاهيم متعددة، متعددة يعني كثيرة، متباينة يعني مختلفة، تداولتها تناقلتها الأجيال المتعاقبة، المتعاقبة يعني المتتالية، واختلفت في تفسيرها بحسب أهداف كل جيل ومشاربه، مشاربه يعني اتجاهاته. يبقى فيما اختلفت الأجيال المتعاقبة، اختلفت في تفسير مفهوم الوقت بحسب أهداف كل جيل ومشاربه. خلاص، يبقى فيما اختلفت الأجيال المتعاقبة، اختلفت في تفسير مفهوم الوقت. ولكن زي ما الأجيال اختلفت لكنها اتفقت، اتفق الجميع على أهميته. أهمية إيه؟ أهمية الوقت، وعلى أنه الكنز الذي إذا قدره الإنسان وعرف كيف يستخدمه استطاع أن يملك كل شيء. يبقى احنا دلوقتي عندنا حاجة اتفقت فيها الأجيال وحاجة اختلفت فيها الأجيال. فيما اتفقت الأجيال وفيما اختلفت؟ اتفقت الأجيال على أهمية الوقت وعلى أنه الكنز الذي إذا قدره الإنسان وعرف كيف يستخدمه استطاع أن يملك كل شيء. واختلفت الأجيال في تفسير مفهوم الوقت بحسب أهداف كل جيل ومشاربه. هناك بعض الأقوال التي قيلت في هذا الكنز. أول قول معايا، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وده قول عربي مأثور. طيب ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن الوقت سلاح ذو حدين، فإما تستغله وتستثمره وإما سينقضي سريعا دون أن تشعر به وتندم وتتحسر عليه، ولكن بعد فوات الأوان. دي من أولى الأقوال في الوقت. تاني قول معايا قيل في الوقت، الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك بدلا أن تضيف سنوات إلى حياتك. من قائل هذه العبارة؟ زكي نجيب محمود. طيب يا ترى ما معنى هذه العبارة؟ تعني أن الإنسان إذا استثمر وقته في الخير فإن الوقت سيعطيه أكثر من حياة في الدنيا. ثالث مقولة معايا في الوقت، أو ثالث عبارة من العبارات التي قيلت في الوقت، إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل. من قائل هذه العبارة؟ طبعا الكاتب الروائي شكسبير. من شكسبير؟ شكسبير هو شاعر مسرحي إنجليزي عالمي، وله مسرحيات مشهورة منها عطيل وروميو وجولييت. طيب ما معنى هذه العبارة؟ يعني إيه معنى إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل؟ تعني أنه إذا لم تستفد من الوقت في قوتك وشبابك فلن تستطيع أن تستفيد منه في الكبر. دي أهم الأقوال التي قيلت في الوقت. ونسوق إليك هذه القصة لعلها تبين لك قيمة الوقت. نسوق يعني نقدم. دلوقتي احنا هنعرض مع بعض قصة هتبين لنا أهمية الوقت وإزاي الوقت ده كنز كبير يجب أن يستفيد منه الإنسان ويجب أن يستغله الإنسان. طيب القصة بتاعتي بتقول إيه؟ قام أستاذ جامعي في قسم إدارة الأعمال بإلقاء محاضرة عن أهمية تنظيم الوقت وإدارته. يبقى عن أي شيء ألقى الأستاذ الجامعي محاضرته؟ عن أهمية تنظيم الوقت وإدارته، حيث عرض مثالا حيا أمام الطلبة لتصل الفكرة إليهم. طيب يا ترى ما هو؟ ماذا فعل هذا الأستاذ الجامعي؟ قام هذا الأستاذ بوضع دلوا على مائدة
ثم أحضر عددا من الصخور الكبيرة وقام بوضعها في الدلو بعناية واحدة تلو الأخرى. وعندما امتلأ الدلو سأل الطلاب: هل هذا الدلو ممتلئ؟ فقال بعض الطلاب: نعم. فقال لهم: هل أنتم متأكدون؟ ثم سحب كيسا مليئا بالحصيات الصغيرة من تحت المائدة وقام بوضع هذه الحصيات في الدلو حتى امتلأت الفراغات الموجودة بين الصخور الكبيرة. ثم سأل مرة أخرى: هل الدلو ممتلئ؟ فأجاب أحدهم: ربما لا. فاستحسن الأستاذ إجابة الطالب، ولكن هل انتهت القصة؟ لا، ولها بقية. يا ترى ماذا فعل هذا الأستاذ الجامعي بعد ذلك؟ قام بإخراج كيس من الرمل ثم سكبه على الدلو حتى امتلأت جميع الفراغات الموجودة بين الصخور، وسأل مرة أخرى: هل امتلأ الدلو الآن؟ فكانت إجابة جميع الطلاب بالنفي. طب هل انتهت القصة أم هناك بقية لهذه القصة؟ إنه هناك بقية لهذه القصة. طيب يا ترى إيه اللي حصل بعد كده؟ قام الأستاذ الجامعي بإحضار إناء مليئا بالماء وسكبه في الدلو حتى امتلأ وسألهم: ما الفكرة من هذه التجربة من وجهة نظركم؟ يا ترى إيه الفكرة من هذه التجربة؟ إيه الهدف من التجربة دي؟ أجاب أحد الطلبة بحماس: أنه مهما كان جدول المرء مليئا بالمال فإنه يستطيع عمل المزيد والمزيد بالجد والاجتهاد. يعني مهما كان الإنسان عنده العديد من الأعمال والعديد من المسؤوليات، إنه يستطيع عمل المزيد والمزيد بالجد والإيه والاجتهاد. فأجاب عليه الأستاذ الجامعي وقال له: صدقت، ولكن ليس ذلك السبب الرئيس. فهذا المثال يعلمنا ماذا؟ يعلمنا أنه لو لم نضع الصخور الكبيرة أولا ما كان بإمكاننا وضعها أبدا. يعني لو إحنا في الدلو ده ما حطناش الصخور الكبيرة في البداية، ما كناش أبدا هنستطيع أن إيه أن نضعها. ولكن يا ترى ما المقصود بالصخور الكبيرة؟ ما معنى الصخور الكبيرة؟ الصخور الكبيرة تعني إنها هدفك في هذه الحياة، أو مشروع تريد تحقيقه كتعليمك وطموحك، أو إسعاد من تحب، أو أي شيء يمثل أهمية كبرى في حياتك. يبقى ما معنى الصخور الكبيرة؟ هدفك في هذه الحياة، مشروع تريد تحقيقه كتعليمك وطموحك، إسعاد من تحب، أو أي شيء له قيمة كبيرة في حياتك. في النهاية ما النصيحة التي قدمها الأستاذ لطلابه؟ إيه النصيحة اللي قالها الأستاذ لطلابه؟ قال لهم: يجب أن تضعوا الصخور الكبيرة أولا، وإلا فلن يمكنكم وضعها أبدا. عليكم أن تضعوا أهدافكم الكبرى من الآن دون تأخير أو إبطاء في الإناء. إيه المقصود بالإناء؟ اللي هو إيه؟ حياتكم. طيب بعد أن استمعنا إلى هذا الدرس وفهمنا الدرس بتاعنا، يا ترى ما الكنز المقصود في هذا الدرس ولماذا يعد كنزا؟ الكنز في هذا الدرس هو الوقت، ويعتبر كنزا لأن الإنسان إذا عرف كيف يستخدمه استطاع به أن يملك كل شيء. والآن أيها الطلبة والطالبات مع سؤال المتفوقين. السؤال بتاعنا بيقول ايه؟ اذكر شيئين من الاشياء التي يطلق عليها كلمة كنز.